اليوم فقت اللي انا افيد نحط بخفان قبل ما نسوي الفيديو، اما انتم you can't smell me. بون عاتلي ما نسلي كل، مرحبا بكم في فيديو اخر على الشين متاعي سيريال ريدر. فرحانة برشا اللي المعرض قرب واللي فينال ما باش نعمل هالفيديو هذية. دونك كيما الفيديو اللي عملتها عامني واللي متاع لي ريكومونداسيون سوا ديزون الكتب اللي قريتهم واللي نشجعكم باش تاخذوهم في المعرض، والا الكتب اللي انا ناويه ناخذهم زيدا ونشجعكم باش تاخذوهم على خاطر سمعت عليهم برشا كلام بيهم. نخلي لكم بيان سور في البار دانفو هوني الفيديو نتاع عامني واللي نتاع لي ريكومونداسيون، على خاطر مانيش باش نحكي على الكتب اللي حكيت عليها في الفيديو اللي فات. دون ساشون اللي انا معرض سنة ما عندي شهرية وبتيت حتى شهرية افريل ما تتسبليش وما نجمش نبيع سيني خاطر مازال حاجتي بيه، حاسة لازمني نلقى حل الجمعة هذي. معناها اون كومونس تو دو سويت. دونك فما كتب بالعربي، فما كتب بالفرنسي، وفما حتى بالانجلي. انا عام بالانجلي الكتب الكل صنع محلي ميد ان تونيجا. قبل ما نحكيو على الكتب الجديدة باش نحكيو على غيديسيون، والسنة فما دو غيديسيون incontournable. L'oula hiya donc 19 elle fait même cadre depuis Pop Libris Edition. Bon, qui m'a trouvé ou les ralèques à manier, mais bien le couverture, l'autre la couverture, il dit en plus c'est des grands formats, c'est très agréable à lire. Hâte le papier, te bête de le colchaï. Franchement, إذا كان ما قريتوش الكتاب ايفيدامون باش نقول لكم خذوه، وحتى إذا كان عندكم الكتاب امان اعملوا مزيه في روحكم في انه خذوا كمان ليديسيون جديدة. سي بوكو بلو جولي في البيبليوتيك كمان. ليديسيون الثانيه هي اتا بلاس الخوله حسني في لي زيديسيون ارابيسك، هو كان اوتو ايديتي دونك تاو خرجته عن لي زيديسيون ارابيسك، وانا je suis très contente pour elle. Donc تاو نخلي لكم الكوفرتور لهنا. الكوفرتور فيها الوجه المزيان برشا نتاع اريج، وانا ماني جوري بريفيري لي يحطوا اريج كهو حطوها هكا كهو خاطر تبارك الله عليها، ماني الا ان فيزاج ما تستحقش حتى شيء اخر بحذيها. دو زوتور هذوما نفسهم عندهم ابار لي ريديسيون عندهم كتب جدد معناه جايين بيهم المعرض السنه. دونك سيني خارج لو سون دي زانج كيف كيف عند لي زيديسيون بوب ليبريس كيف كيف لا كوفرتور ميدامز اي ميسيو une petite œuvre d'art quoi. Ou l'Ekteb Zeda, il fait partie de mes coups de cœur de l'année 2017. T'as comme ça, je vais vous comme une vidéo là, j'ai un kiff kiff, je comme une vidéo. Ou une tour à ta chouf au bain. Ou Raoula rajoute le tome 2 de la trilogie de Into the Deep. Donc, ramené où il كان خرجت التوم 1 لو كوشمار دو باتيسكاف اسني دو فورتكس على بيم شهيرة فالا les initiales معناها voilà كيف كيف عند les éditions arabesques. هذا par contre انا مازلت ما قريتوش شي مون مي، اما ان شاء الله نقراه من هنا للمعرض ولا حتى بعد المعرض. مي توت فاسون جو سوي كونفيونت معناها خاطر ديجا لو كوشمار دو باتيسكاف عجبني برشا، وحتى قالوا لي حتى الحاجات الصغيره اللي ما عجبتنيش فيه هذايا ما فيهوش. Donc normalement, ça doit passer crème ou colchaï, ou je fais confiance à la plume de Raoula. Je suis une fan inconditionnelle manière de d'elle ou de ses livres colchaï. Vraiment limba donc il y a arrivé à l'arabe à Sant aux schizophrénie les hind des yedi an dar Zainab le Nasher. Ce roman, alors là, j'ai adoré. C'était un coup de cœur, بالحق. توا نحكي لكم عليه انا اليوم نعمل ان شاء الله ابديت ليكتور معناها سبيسيال كتب توينسا منهم الصمت، على خاطر روايه قد ما نقول لكم عجبتني ومستني برشا. وهند معناها عندها القدره اللي شي تاكل حاجات بروفونديسر معناها مواضيع عميقه وجريئه وكل شيء، مي بفاسون خفيفه معناها كي تبدا تقرا فيه ما تتخنقش. كواكو بالحق السوجي لهنا إلي تري لور معناها، إما كوميم فما حبكة فما تشويق فما الأحداث هكا في ساعة في ساعة لو ستيل ياسر سلس. بور موا بالحق معرض سنة الصمت سي أنا كونتورنابل سيغتينمون، هي تعمل دي سيونس دو ديديكاس وتنقلكم في أي مستون تلقاوها. الرومان اللي من بعد هو لما أردن دو يمن مناعي شي إليزا ديديسيون، سي أن رومان مولتي بريمي في بليخفي 4 بري توا معناها إي دي بري معناها بريستيجيو مش نابورت وا منهم لو بري دو لا فرانكوفوني. وإن شاء الله إن شاء الله يزيد ياخد دي بري أخرين.
الرومان اللي بعد زيدا بوغ موا سي ان ماست هو لا او تو ني جامي زالي دو سلمى انوبي سي فري عنده مده ملي خرج ام هذيا اول فواغ معناتها باش يتعرض فيها الكتاب بغيف لا تو ني جامي زالي دونك حكيت لكم عليه قبل سي ان رومان على فوا في الجود وعلى فوا في هكا اون اون سورت دو كيت دو سوا في ان رود تريب بوكو دومور برشا توريزم برشا ضحك برشا حاجات برشا ديزيموسيون دونك فوالا من بعدها غمام باش يصير له لانسمون في المعرض ان شاء الله دونك باش يخرج في المعرض اللي عندي هوني هما لي زبروف نو كوريجي دونك ماهيش الفيرسيون ديفينيتيف فوالا ميدامز اي ميسيو دونك اوبسكور زوريزون دو رات فاكتيا فاينلي فاينلي ان شاء الله باش يخرج في المعرض بيان سور مش الفيرسيون هذي على خاطر هو زاد بعد هذي دي دو في دي دو ولا تخوا نوفيل ان توكا كالعاده c'est le même في بالي لو ميم ارتيست وليتو تعرفوه يعني ولا عنده اون توش ظاهره هكا اللي عمل 19 و لوسون دي زانج كوفرتور اي ام ان لاف اتس كريبي على الاخر اما تشبه الكتاب الكتاب دونك سي ان ريكوي دو نوفيل في ساينس فيكسيون بوست ابوكاليبتيك فانتاستيك لورور في حتى دو ثريلر وسترن هكا مي دو فاصون نبقاو في الريجستر نوار بيان سور اللي هو يحبوا برشا عاطف واللي هو سورتو ال اكسل فيه دونك انا قريت لي نوفيل اللي موجودين لهنا ونجم نقول لكم اللي سي دو لا بومب ميدامز اي ميسيو نيزيتي با افو لو بروكوري ان شاء الله تاو نتقابلوا في لونسمون غادي كانكم جايين برافي نيزيتي با باش تبعثوا لي دي ميساج ولا يحبش او موان نجموا نتفاهموا هكا ونشوفوا بعضنا ونعملوا تساور وفازيت هكا الكل الروايه اللي من بعد جو سوي امباسيونت باش نحطها في فيديو وباش نقراها عامل فزوع الحسنين بن عمود دونك باش نخلي لكم الكوفرتور لهنا خاطر مازال زاد ما خرجش مازلت ما شفتوش فيزيكمان سي اون هيستوريكال فيكشن معناتها انا فرحانه برشا على خاطر ان رومو هيستوريك وفرحانه برشا خاطر ان رومو هيستوريك في البيريود هذيك 1864 معناها ثوره علي بن غزاهم والكل وما حبيتش حتى نقرا الغزومي ما نحب نعرف حد شيء جو فو جوست بلونجي دودون الكوفيرتور ياسر عجبتني وحسنين بن عمود جا معروف وعندو ان بوبليك ونتصور الكتاب هذايا باش يكون باغمي لي بيست سالير نتاع المعرض هذايا وهذايا اللي نتمناها ان توكا ونقول كوكو سماحة على خاطر هي ديجا معناها التيزينغ اللي عملته لي اكلي بالحق هكا تو هكا هكا جيبولي اللي من بعد هو زادا كتاب باش يخرج ان شاء الله في المعرض عند لا مي ميزون ديديسيون ارابيسك نقوش عربيه وهو الحمار الذهبي لو فامو معناها اللي هي في بالي اول روايه في التاريخ ولا حاجه هكا تكتبت في القرن الثاني كتبها واحد اسمه لوسيوس والا لوكيوس ابوليوس وكان يعيش ابارامون في كارتاج الرواية هذه معروفة برشا اللي تخدويت ان بلوزيور لانج وتعملت حتى بوند ديسيني ايروتيك مي بون معروفة برشا ترجمها لدار نقوش عربية دونك سي عمار جلاسي وكيف زادا سامح عملت لي تيزينغ وانا جو سوي امباسيونت باش نقرا ما نعرفش اسكو هو موجود في معناها فما دي زيديسيون اخرين موجودين بالعربي ولا من توت فاسون هذيا اديسيون تونسية دونك اون فا سابروبريي الكتاب اللي هو على باز نتاعنا سي دونك دو لا littérature antique, fille de la mythologie, je n'ai pas envie de Cupidon, l'archéum de Psyché, entre autres. Ou voilà, donc je suis très impatiente. Le kteb blanglais, خاطر اي عنا توينسا زادا يكتبوا بالانجلي ويكتبوا بالقدا بالانجلي مش معناها كيما يجي دونك ستارداست دو رانيا عطافي شي بوبلي بريز استغروني هذايا الكتاب فيه الوغ لا كيفاش نقول لكم معناها قديش كل باج وكل كلمه وكل حرف وكل illustration فيها ايموشنز على الاخر كيما تشوفوا من داخل هذه ليديسيون جديده هكا تلمع شويه اللي ان بو ديفيرونت من الاخرى انا عجبتني اكثر دو فاسون وبالحق انجلي على فوا معناها سهله كي يفهموه الناس الكل وعلى فوا دو كاليتي معناها حتى كي نكون انتم تقراو poetry ou كل ou vous êtes exigeant à niveau de l'anglais vous allez trouver votre compte بالحق رانيا تبارك الله عليها she nailed it ou انا pour moi c'est un petit bijou معناها وكل مره نرجع له وكل مره فما دي poèmes نحبهم على الاخر ونحسهم يحكيوا عليا
وهذيك هي القوة، يعني اللي باش تلقى روحك سيغتينمون كيلكو سوا انت شنو وشنو تعمل والكل سيغتينمون باش تلقى روحك في الباج من الكتاب ستاغرون هذا. دونك بالحق الي ادي دينار في المعرض باش يولي ب 8000 يا با دو ريزون فو نافي اوكون اكسكوز معناها لازم تاخذو. باش ندخلو توا في لي زيسي تيمونياج النون فيكشن ديزان. اول واحد باش ننصحكم بيه كوا كون نتصور اللي هو معناها تبارك الله سي ديجا ان بيستالور ونتصور برشا فيكم اللي وين ياخذوه، هو كنت في الرقة هارب من الدولة الإسلامية لهادي أحمد عند نقوش عربية. هذا الكتاب عملت عليه اون فيديو سبيسيال معناها وقتها دوب ما قريت، وتو نخلي لكم كي تحبوا اليوم تاعها في الشكل قبل ما نوصل للمضمون. فما اون غروند اوريجيناليتي على خاطر هو مكتوب يكتب الأغلبية معناها النص باش تلقاوه بضمير الأنا، alors que هو هدي احمد اللي كاتبو مش الشخص هذا. و en plus il a réussi un pari صعيب برشا هدي اللي هو ما يعني كي تقراه ما تحسش لا فما تحامل ولا فما تعاطف مع شخص، معناتها ما يقولكش اكرهو وما يقولكش حبو، ما يظهرهولكش ضحيه وبطل. il a vraiment réussi ce pari là et nanra اللي سي ان سيني اللي هو ان vrai grand journaliste معناها خاطر فما لهنا عمل صحافي كبير برشا، معناتها عملوا الكل وبالحق it's worth reading يعني it's worth your time. اللي بعده دونك هو احلى كلام الدكتوره ألفة يوسف، هي قراءه ذاتيه جدا في الشتائم الفيسبوكيه اللي تعرضت لها مدام ألفة من 2011 ل 2017. ألفة يوسف هي مفكره وكاتبه انا نقدرها برشا ونحترمها برشا، ومراه انا نحبها برشا، معني فما ذاتي وفما الموضوعي في الحكايه، معني نتفق معها في كل شيء، نختلف معها في برشا حاجات، اما تعجبني جرأتها، تعجبني كيفاش تكتب على خاطر انا قريت لها من قبل ما نعرفها، وتعجبني سيت ريزيليونس كيلا بالحق انسانه متصالحة مع ذاتها على الاخر وانسانه وذكيه برشا. وتعني الكتاب اللي إلي تري اوريجينال على خاطر هي تو سامبلومون شنو عملت غوسونسمون خذات الشتائم اللي تعرضت لهم الكل في السنين هذو اللي هما برشا مش شويه، وحطتهم قسمتهم هكا ابواب ابواب معناها وتحكي لك وتحطهم كيما هما كوبي كولي، وتقول لك خاطر احنا بالحق في تونس اوني ان بوبل اللي يشتم برشا، يسر نسبوا بعضنا، وسيغتينمون الكلكم راكم تعرضتوا حتى كان مش برشا لشويه معناها. وكيفاش هي تتعامل مع الموضوعيه اللي تتعامل بها مع الدقه اللي كاينه تعملهم في اوتوبسي معناها، وما فماش حتى طرف كره والا ما فيهوش حتى طرف تصفيه حسابات ولا كره ولا انتقام ولا اون اناليز تري اوبجيكتيف تشد تقولك هاو العبيد علاش تقول هالكلمه هذي والا الجمله هذي راهي في اللغه تعني هكا واحنا نستعملوها في المعنى هذا وعندها الفاريونت الفلانيه، وتلقى من اون اناليز نتاع شتائم تلقى من بعد روحك في اوفيت اناليز نتاع الشعب التونسي الكل. لهنا ان سول ديسكليمر اللي هو فما كلام على خاطر هذاك الكلام اللي نستعملوه احنا مالوغوزمون كنسبو، فما برشا كلام زايد نسميوها احنا كلام زايد يعني اذا كانكم تتقلقوا كي تشوفوه معناتها فيزوالمون كي تراوه في كتاب ماكمش باش تنجمو تقراوه، اما انا بالحق جو فوز انفيت اللي تمشيو اودلا خاطر ابخي تو الشتائم هذيك راهي هي تعرضت لها، دونك تحطوها تحطوا الحاجات في نطاقها ديزون و vous allez passer un très bon moment de lecture معناها بالحق. نخلي لكم اليوم تاع فيديو حلوه عملوها بوك لافرز، دونك حبيبه عملت اون ريفيو ديتايي والكل، تاع نخلي لكم اليوم تاعها في البار دانفو. البيريود اللي فاتت خرجوا برشا كتب على المده تاع المجلس التاسيسي، دونك دي انسيان ديبوتي كتبوا لي تيمونياج نتاعهم على كسنين هذيك. انا الحقيقه قريت منهم واحد برك وبتيت خلى خاطرني زيد نعرف لا بيرسون على غالب اني كوم سا معناها، وكتاب عجبني دونك ماناش ممكن ننصحكم بيه بكن فوز ات انتريسي بالبيريود هذيك، وهو لا بارونتيز دو لا كونستيتوانت دو سليم بن عبد السلام في لي زيديسيون نيرفانا. سليم هذا خرج دو توم، هذا توم 1 دو ريف او كوشمار، معني تحبوا تاخذوا توم 1 ولا تاخذوهم مزوج مع بعضهم. يحكي دونك سي ان تيمونياج على البيريود اللي عداها في وسط لانسي لا فاموز انسي، كان الي فرانكو تونيسيان كان يسكن في فرنسا كان يعمل سياسه في فرنسا، بعد ثورة تونسية حس روحو إلي كونسيرني هكا والكل، دونك إلا ديميسيوني من البارتي سوسياليست فرونسي وانخرط في التكتل ويلقى روحو ديبوتي من بعد في أدب السجون. فما عبيد تحب تقرا فما عبيد ما تحبش، إذا نرى إنه لازم نقراوه على خاطر بارتي من تاريخنا ما يلزمنيش ننكرو فيها، يلزمنا نعرفوها
وراه ما تتوقعوش اللي الكتاب كي باش تقراوه باش يبدا الكل تعاسه وبكي، ليه ليه بالعكس، باش يخليكم تفهموا حاجات، باش يخليكم تحسوا حاجات، باش يخليكم تعرفوا حاجات. سي ا لا فوا ايديفيون مي زيدا مزيانه برشا، سي تري بو كون سي بيان اكري، خاطر ادب السجون زيدا فيلم يتفرز درا مش الكل باهي. انا علاش قلت لكم هذوما سيليكسيون بيرسونيل نتاعي اللي عجبوني، خاطر قريت برشا كتب اخرين وماهمش الكلهم عجبوني، فما حتى اللي ما عجبني الجمله انديبوندامون راهو من الموقع السياسي نتاع اللي كتبها. عجبوني دون لو سونس اللي جي باسي ان بون مومون دو ليكتور، وكي سكرت الكتاب حسيت روحي خرجت بحاجه. دونك الاول نشجعكم على الاخر على الاخر على الاخر باش تاخذوه، هو الحبس كذاب والحي يروح. والثاني اللي بور موا معناها سي لو سي لو سي لو سومم سكونا اكري دو ميو في مش كان في تونس، كريستال دو جيلبير نقاش في لي زيديشن مو باسون. الوغ لا كان نوريكم الكوبي نتاعي اللي عندي في الدار كلها الغليف هكا، الاوراق من الوسط شطارهم مقطعين تلمون قريت وعاودت قريت وعاودت قريت. و اشاك فوا جو سوي سوبجوغي، معناها كيما المره الاولى جو سوي ايمرفي ريان كو كي نراه الكتاب هذا، جو سوي ايمو بالحق، على خاطر ماهوش كتاب، ماهوش جوست كتاب، هو ساعه سور لو بلان فورم فيه سي ديزون ان رومون اديدال، فيه كتاب في وسط كتاب، خاطر فما لو تيمونياج معناها اللي جيلبير نقاش يحكي على روحه وهو في الحبس، وفما الغومون اللي يكتب فيه وهو في الحبس يكتب فيه على البابيي هذايا نتاع الكريستال نتاع الدخان، ويحكي لك هو كيفاش بدا يكتب فيه. الغومون هذاك موجود زيدا في الكتاب. ديجا كي ترى الغليف معناها سي تشوفوه هذايا سي ساعة كريستال وفات، لخاطر تكتب على خاطر ممنوع عليهم وقتها لي بريزونيي دوبينيون، ممنوع اللي يهزوا لهم اوراق وستيلويت وكل، دونك اللي تي اوبليجي باش يكتب في الورقه واغزروا كيفاش الخط صغير والكل. وانا جو بو ميم با ايماجيني معناتها كيفاش وقداش لازم فولونتي وديتيرميناسيون وي باش واحد يكتب ان رومان وقتها، والكتاب الكتاب الكل. امان امان خذوا كريستال de papy papy Gilbert Nakache papy قبل في الفاكولتي يسمعوني نقول papy papy مشي في بالهم اللي هو اللي مون غران بير، مي نو سوريتي ان اونور ماني، مي نو سي با مون غران بير، اما هو يعيطوا له papy Gilbert Nakache. دونك ابار لو فيت اللي هو ميليتون لي سيمي الكبار نتاع لو موفمون غوش و بيرسبكتيف و ايتترا والكل، هو زيد ان غران تيكريفان، معناها الكتاب هذايا تلقى فيه un petit bout de Jean-Paul Sartre, un petit bout de Albert Camus. T'as pas vu un style très épuré, qui a où les réflexions, l'imba tamalhom, à la liberté, surtout la liberté de conscience, à la loyauté, à la dignité, à la belle hajet, c'est énorme. Le livre هذايا il est énorme بالحق. لا ان شاء الله نكون عطيتكم دي زيدي المعرض السنه. اذا انتم ما عندكم افكار اخرين بيان سور، خاطر انا ما نجمش نعرف جديد الكل، ما نعرفش شنو فما الكل، ما نزيتي با امان نحطوهم في لي كومونتير باش هكاك انا نقراهم والعبيد اذا اللي تتفرج في الفيديو يقراوهم. سي يو نيكست تايم، ان شاء الله فيري فيري سون، و تشاو تشاو تشاو.